السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة خفيفة وبسيطة جدا جدا، وان شاء الله مكوناتها موجودة عندنا وفي كل بيت وفي كل مطبخ هتلاقي العشبة ديت موجودة عندنا. تمام، اللي مش موجودة عنده العشبة ديت ان شاء الله هتلاقيها عند العطار، يعني باذن الله كده لو انت قلت له عايزة ب5 جنيه هيديكي كمية كبيرة جدا ممكن تكفيك حوالي شهرين 2. تمام، في منها برضو بيبقى باكيتات، بس الاوفر معاكي ان انت هتجيبي السايب اللي زي ده. ان شاء الله بنات العشبه اللي احنا هنقدمها لكم النهارده ديت ده ان شاء الله بتشتغل على الدهون، بس الدهون هتنزل معاكي الدهون كويسه جدا وهتنزل معاكي وزن، يعني بمعنى اصح الدهون العنيده المتراكمه في منطقه البطن والجوانب والارداف اللي هي طبعا بتبقى يعني مش بالسهل ان هي تنزل، العشبه دي كفيله الوحيده ان هي تنزل معاكي في اقل وقت لو اتبعت معايا الخطوات صح، تابعت معايا الفيديو الاخر وعرفت احنا هنعملها ازاي، ان شاء الله تنزل معاكي كمية كويسة جدا وزن ودهون. عايزاكي تمشي معايا صح وتتابعي الخطوات مظبوطة على اساس ان انت لو انت اتبعتها بس حوالي اسبوع واحد هتنزل معاكي كل الدهون المتراكمة بمنطقة البطن والدهون اللي في الجوانب، انت بنفسك هتلاحظي الوزن وهتلاحظي الفرق من اول اسبوع، وعايزاكي توزني نفسك قبل وبعد على اساس تشوفي فعلا الوصفة دي جابت معاكي نتيجة ولا لا، وانا متأكدة واتحداكي ان هي ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة ممتازة وباذن الله مش هتبطلي تعملي غير الوصفة دي. يلا بنات نسمي الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكي توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارده. يا ريت يا بنات اللي شير يكتب لي تم علشان اعرف برضو مين حبايبي ومتابعيني شيروا لي. تمام يلا بينا. الان كده يا جماعه العشبه اللي انتم شايفينها ديت ده اسمها كركديه، اللي انتم شايفينها معايا ديت ده بتيجي من عند العطار، سهله يعني سهله جدا وكويسه جدا وطعمها كويس جدا، ويعني المذاق بتاعها بيبقى مقبول، خلاف ان هي بتنزل معاك دهون ووزن بتبقى طعمها كويس جدا وبتنشط معاك الدوره الدمويه وما شاء الله كويسه. ده كمان كويسه جدا لمرضى القلب، يعني بمعنى اصح ان هي ما فيش منها ما اي مشاكل ولا في منها اي خطوره، ممكن اي حد ان هو يستعملها عادي. طيب هنستعمل معاها ايه؟ تعالوا بقى كده نشوف الوصفه بتاعتنا ان شاء الله هنعملها ازاي. طبعا معايا يا جماعه الفيديو للاخر علشان تستفيدوا من الوصفه بتاعتنا، محدش يشوف يقول ده الكركديه، لا الكركديه النبادي هنعمله بطريقه مختلفه خالص خلاف اي مره انت شفتها معايا، علشان ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه كويسه جدا. تمام، اول حاجه احنا هنجيب اي حاجه لازم تتحط على النار زي اي حله كده ولا اي حاجه موجوده عندك، كنكه اي حاجه موجوده على اساس ان احنا هنغلي فيها الوصفه بتاعتنا. طيب هناخد ادبه، هناخد معلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده من الكركديه. طبعا يا جماعه المعروف ان هي اسمها كركديه، انما في اي دول تانية انا ما اعرفش بصراحه هي اسمها ايه، يا ريت الناس اللي هي تعرف اسمها ايه تكتب لي في الكومنتات وتقول. وده كمان معلقه اهوت، ده كفايه قوي. معايا طبعا القرفه او الدرسين زي ما بتقولهم في اي دوله تانية اسمها الدرسين، يا جماعه احنا هنا في مصر بنقول عليها القرفه، ده كده اهوت عودين من القرفه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين القرفه في حرق الدهون بتبقى كويسه جدا جدا، بتحرق معاك الدهون، دي اسرع واحسن وصفه ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه. لو انت عندك يعني ما عندكيش القرفه الخشب ممكن ان انت تحط عليها قرفه مطحونه. القرفه المطحونه يا جماعه نحط عليها معلقتين صغيرين من بتاعه الشاي، المعالق اللي هي الصغيره الخاص بتاعه الشاي ديت، هنعير بها معلقتين وهنحطها بدل القرفه الخشب دي لو انت ما عندكيش طبعا خشب. هننزل عليها ب3 كوبايات ميه مغليه. طبعا تابع معايا الفيديو يا جماعه زي ما قلت لكم، لان في كمان لسه مكون هنحطه وده احسن مكون هينزل معاكي الدهون. ده كده هنحط حوالي 3 كوبايات. ده كده يا جماعه حطيت عليه الميه المغليه، طبعا هو لسه هيتحط على النار على اساس ان هو يغلي. انا حطيت الميه المغليه على اساس ان هي تسرع معايا في عمليه الغلي. زي ما انتم شايفين الكرك ده هوت بدا ان هو يعمل لون احمر، ده هنحطه حوالي 10 دقائق كده على النار، على نار هاديه خالص، هنسيبه كده حوالي 10 دقائق وان شاء الله هنرجع لكم تاني. بعد كده هنغطي عليها وهنحطها على النار لمده 10 دقائق وهنرجع نحط المكون الثالث على الوصفه دي. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا اهي بعد ما غلت زي ما انتم شايفين بقت بالشكل ده كده، شايفين اللون بتاعها بقى ريحتها كويسه جدا، حتى القرفه مخليه ريحتها حلوه قوي. شايفين بقى اللون بتاعها عمل ازاي؟ هي المفروض يا جماعه الوصفه ديت ان انا المفروض ما افتحش عليها خالص علشان البخار دوت طبعا عايز استفاد منه، فالمفروض ما افتحش عليها الا ما تبرد خالص، بس انا عشان بس اتابع معاكم الفيديو حبيت ان انا بس ايه اوريه لكم. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ده كده بقى هنصفيها اهيت بالشكل ده كده، معانا مج ولا حاجه بصفيها.
ده كده دلوقتي يا جماعة جهزنا الوصفة زي ما انتم شايفين معايا اهيت، بس الحاجة الوحيدة اللي فيها ان انت المفروض ما تصفهاش او تفتحها عليه الا بعد ما بتبرد خالص، لان لو انتم ملاحظين هتبصوا تلاقوا البخار بتبخر اهوت، لان طبعا انا قلت لكم عايز انهي معاكم الفيديو تمام. بس انت لو انت عملتها بقى سيبيها لغاية ما تبرد خالص. طيب ايه هو المكون الثالث اللي احنا المفروض هنعمله بقى على الوصفة بتاعتنا؟ المفروض ان انا عاملة 3 كوبايات، قبل كل وجبة ان شاء الله بنشرب كوباية زي ديت وبنعصر عليها نص ليمون. يعني لو انت عملت كوباية عملت كمية وحطها عندك في التلاجة، اخرجوا كل مرة كده يعني قبل كل وجبة كده بنص ساعة هتخرجوا كوباية وتدفيها وتقوم حط عليها نص ليمونة زي دي كده. يعني معنى كده هنحط عصرة ليمونة او نص ليمونه على كل كوبايه بالشكل ده كده. طبعا دولت اكتر من كوبايتين زي ما قلت لكم، احنا المفروض بنجهز 3 كوبايات في اليوم. حابه ان انت تعملي كده، يعني كل ما بتيجي تعملي اعملي كوبايه على قد كده، ما فيش مشكله خالص. حابه ان انت تعملي ال3 كوبايات مره واحده وتحطهم في الثلاجه ما فيش مشكله، اعمليها وقبل كل وجبه كده دفيها وقوم عصر عليها نص ليمونه اهو بالشكل ده كده. بقت بالشكل ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. مش عايزه اقول لكم بقى ان دي اقوى وصفه هتحرق معاكي الدهون وتنزل معاكي الوزن في اقل وقت. ده طبعا يا جماعه بناخدها بدون سكر، محدش يقول انا احط عليها سكر لان هي بتبقى طعمها مزز. هو اي نعم الكركديه بيبقى طعمه مزز شويه، بس طعمه بيبقى كويس جدا وطعمه مستحب. لو اضطر الامر بقى وانت مش قادره تاخديها وهي لها مراره كده، هي طبعا ملهاش مراره، هي بس بتبقى مزه شويه، ممكن تحط عليها نص معلقه عسل ابيض تبقى كويسه جدا تمام. يعني احنا دلوقتي قلنا يا جماعه هناخد 3 كوبايات في اليوم، قبل كل وجبه بنشرب كوبايه زي دي، ده بتبقى كويسه جدا، هتنزل معاكي دهون ووزن كويسه جدا، وفي اقل وقت ان شاء الله هتبصي تلاقي نتيجه كويسه. حتى لو انت عندك معدل حرق ضعيف جدا، في ناس طبعا في وصفات كتير بتاخدها بتبقى الحرق بتاعها ضعيف بتقول ما بتاثرش معايا، لا لو انت عندك الحرق ضعيف ده ان شاء الله برضه هتحرق معاكي بطريقه كويسه جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله متنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.